جماعة الخير ما اسمع، اذكر لي ثلاث حيوانات مميزة في ظفار ولا توجد إلا في ظفار. عيد مرة سمعت يا أخي هرقوا ما عرفته سنتك. يعني ما في ببالي صراحة كائنات حية يعني مسرع غير سير الناغة حاول مو عندي فكرة. هذه الحيوانات ما موجودة غير في ظفار. صورته؟ هيا وصوره صوره شفته؟ تعال هنا. اهلا وسهلا فيكم في برنامج اقول لك لا تقول لي الا لما اقول لك. اهلا وسهلا مع محمد الفارسي وتعليقات فرقه الفرقه. يا هلا والله. اقول لك اقول لك حياك. شديد حياكم الله اعزائي الكرام في حلقه جديده من برنامج اقول لك. اليوم موجودين في ماراثون العماني للنطاق العريض وبنسال الناس اذكر لي ثلاث حيوانات تميز بهم محافظه ظفار ولا توجد الا في محافظه ظفار. وايش هن؟ تعالوا معنا نشوف الاجابات وحياكم الله. زرافه. في ثلاث حيوانات تميز بهم محافظه ظفار ولا توجد غير في محافظه ظفار. والله هذا سؤال اول مره صراحه. اي نعم. لا ما هي عربي. لا نيكست. سأل لي أنا السؤال هين بعرف إيه. أنت كله من قبل ما تخصص قبل ما تخصص الطبيعة أبدا من قبل لقبل لكن بس لكن فوركي وفوقه. آه هي فرق. الله شكرا لك. ها ما أدرس. ما تعرف الثانيات؟ ممكن نسأل الجمهور. فكر. ها ما الإبل هكي ما موجودة غير محافظة ظفار في العالم كله. ما تحصلها غير محافظة ظفار. ثلاث حيوانات عجيب ولا ما ها استخب. يا أخي لا تنسحب فكر. ها لا الحصان. ها الحصان. حصاني كان دلال المنايا. صح الله. حمد كيف؟ شكرا. ما عندك ما جبت اجابه وهكذا. هذا اللي عندي. هذا اللي عندك. ايوه مني منك انا يعني معلومات. يا حمد يا حمد عادو انزل عادو هالرحبي. انا واثق فيك الرحبي عندك معلومات ودارسن انت في الصف السادس. لكن ناسي ناسي مسكين الرحبي ناسي. الله يسعدك. They are three animals. It is only in صلالة ظفار. Yeah. It's not available in everywhere. You know these three animals? No. You don't know? Yeah. Nice meeting. وإيش؟ البعاء. لا. بكل مكان موجود. كذا. ها نذير. هو معناتك نذير. وهكذا. البقر. البقر. القير رفع شوية. رجع. غزال. تأكد. لا ما الغزال. لا تخلينا حيران. هو. طيّة. وش هو؟ هو خلده. حاول مرة أخرى. المعز والب. طولي. المعز كل مكان. البقر والغنم. البقر والغنم. والجمل. كل مكان. والسعودية. والإبل. أيوة. والإبل. أيوة. اليوم ما بس ثلاث جوائز بيكونن. اليوم مع العمانيين للنطاق العريض زادونا جوائز وكثرنا الجوائز عشان نعطي أكثر عدد ممكن من الجوائز في هذه الفعالية. الله عليك. شوف التفاصيل العمانية. يا سلام. كل ما راكض جماعة الخير حصلنا فضية. لا مان يقول لك اذكر ثلاث انواع من الحيوانات الموجودة في ظفار وتتميز فيها ظفار وما موجودة في العالم مكان ثاني غيره. النمر. النمر سمعان. النمر العربي واحد واثنين. جبتها. النمر العربي فوق. الضبي الضبي. لا لا هو قريبه قريب قريب. الذئب من الذئب. وش الذئب العربي اللي قابل الثاني صحيحه. باقي واحد. يا سلام يا سلام. باقي واحد يا العمري. الطب العربي. الطب العربي. ابو مسلم. يا ابو مسلم. يا ابو مسلم. يا ابو مسلم. دوبنا حي ويا قافه صحيحه يا ابو مسلم. النمر العربي اثنين. يا باقي سلام. واحد الوشق. الوشق. الوشق إجابة صحيحة ويستاهل هدية مقدمة من برنامج أقول لك. قاسموها كلكم مع بعضكم إن شاء الله ويعطيكم رب العافية. الوشق. الوشق ويش؟ العربي. العربي إجابة صحيحة صفقولها. يستاهل. اليوم بتفوز معنا يا تيمور. الضبع العربي. الضبع العربي إجابة صحيحة وهذه جائزة مقدمة من برنامج أقول لك. أعطيها سعيد ولا أعطيها جمال؟ أعطيها أبو. يس. الوشق العربي إجابة صحيحة ويعطيكم رب العافية. الوشق الظليل. الوشق العربي. الوشق العربي إجابة صحيحة ويستاهل جائزة مقدمة من برنامج أقول لك. أعزائي الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم في ماراثون العمانية للنطاق العريض. نلقاكم حلقة جاية ومكان ثاني وسؤال آخر وتحدي ثاني. حياكم الله. تابعونا في الحلقة الجاية.
أقول لك. Next.